دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيعقد جلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية، وده بمقر المجلس بمسبيرو بحضور المختصين والمؤسسات المعنية بالعمل الإعلامي في مصر. ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأولى قضية ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية والبرامج الرياضية التلفزيونية والإذاعية والأنشطة الإعلانية. النهاردة هتبدأ المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، وبتنتهي السبت 24 أغسطس بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمي و230 للشعبة الأدبية بنسبة 59.9%، وهيتم إتاحة التقدم ل 286,088 طالب لشعبة علمي علوم ورياضة، والشعبة الأدبية 66,969 طالب وطالبة بإجمالي 353,057. النهاردة هتنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وهيؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان بمادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، كما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد.